قبل 400 عام قضى الرومان على حضارة قرطاجة، وقبل 170 عاما تقريبا نقلوا الخراب والتدمير إلى البتراء، وها هم الآن يحاولون أن يفعلوا بنا ما فعلوه بمن سبقنا. روما أيها السادة لا تطيق رؤية حضارة على هذه المعمورة غير حضارتها القائمة على أنقاض الحضارات الأصيلة. روما ستحاربنا بذريعة أو بدون ذريعة، لأن حضارة تدمر قد بلغت حداً لا ترضى عنه روما. هذا ما تعلمته من قراءة التاريخ يا أبسوس. لم نكن يوماً تابعين لروما، وإذا كنتم تظنون ذلك فهذا لا يعني أن ظنكم حقيقة. سأغلق كل الطرق التي تؤدي إلى خضوعنا لروما. أنت هنا لمفاوضتنا بينما جيوشكم تحاربنا. هذه عادتكم، تسلمون بيد وتطعنون بالأخرى. ستخرج الآن من تدمر أنت وكل الحامية الرومانية لتنقلوا إلى إمبراطوركم هذه الكلمات عني. قوة روما لن تصنع لها حضارة خالدة، ولكن حضارة تدمر هي القوة عينها.